لك يا خالد، يعطيك الصحة والعافية، ونقول ألف مبروك للمنتخب المغربي فوزه اليوم تأهلنا من هذه المجموعة. اليوم بالنتيجة والأداء المغرب بكل جدارة صراحة يعبر عبر العراق بثلاث أهداف مقابل لا شيء إلى الدور القادم. نقول لهم ألف مبروك، وأيضا نبارك للمنتخب المصري فوزه أيضا على المنتخب الإسباني وتأهل للدور القادم نتيجة 2-1. طارد لك العراق، ومعوضين إن شاء الله في البطولات القادمة إن شاء الله العراق من هذا المستوى ان شاء الله الى مستويات افضل في مشاركات قادمه. كابتن الف مبروك للمغرب بكل جداره واستحقاق اليوم أن هذه المباراه من شوطها الاول. صحيح، المنتخب المغربي يمكن كان عارف نفسه شو مطلوب منه في هذه المباراه، حسم المباراه يمكن في الشوط الاول. في الشوط الثاني لاحظنا وأن المدرب قام تقريبا بخمسه تغييرات، بالرغم من خمسه تغييرات المنتخب المغربي صح وأن الرتم نقص نوعا ما في الشوط الثاني، لأن المنتخب المغربي يرغب في إنهاء هذه المباراة بأقل مجهود ممكن حتى يمكن يخلي عملية الاستشفاء عندها أكثر دور خاصة في المباريات القادمة، لأنه مطالب بمجهود مضاعف. تغييرات يمكن مرة هذه اللاعبين كانوا في المستوى، حافظوا على نفس النتيجة، حافظوا على هذا الفوز وتقدم المغرب وفوزوا وتمركزوا، أعتقدوا أنه كسب المركز الأول وهذا اللي سعى له المنتخب المغربي. مبروك للمنتخب المغربي، اكيد انه خذا درس مهم من المباراتين الاولتين. شفنا المنتخب المغربي اليوم بدا مباراه جيدا وانهى اللي يمكن كان فيها بعض الضغط النفسي ولا حتى تغييرات المدرب كانت عندها دور في انخفاض نسق المنتخب المغربي ودخوله في دوامه صعبه نوعا ما في كل ربع ساعه من المباراتين الفارتتين. اليوم المنتخب المغربي 25 دقيقه اولى او 45 دقيقه اولى ممتازه جدا، 45 دقيقه ثانيه كان يعني مطمئن على النتيجة، لم يترك مجال كبير للمنتخب العراقي للعودة في النتيجة، بالتالي فوز مستحق، ترشح مستحق. نتمنى الأفضل للمنتخب المغربي في قادم المباريات إن شاء الله. إن شاء الله العوض بالنسبة للمنتخب العراقي في مباريات قادمة، وألف مبروك للمنتخب المغربي مرة ثانية. شفنا فرحة الجماهير صراحة الكبيرة في هذه المباراة على نتيجة المباراة وحتى على المستوى الفني الكبير اللي ظهر فيه المنتخب المغربي. كابتن سعد، اليوم بالنسبة للمنتخب العراقي بصراحة يعني عنده الأفضل، يعني إذا ما قارنا في مباراتين سابقتين شارك فيها أمام الأرجنتين وحتى مباراة أخرى كان أفضل ما شفناه اليوم أمام المنتخب المغربي. أول شيء نبارك للمنتخب المغربي بصراحة الفوز والتأهل وصدارة المجموعة. نعم المنتخب العراقي عنده شيء الكثير، يعني شاهدنا أنه في أوقات أحرج المنتخب الأرجنتيني، في اوقات يمكن انا يمكن ذكرتها قبل بدايه السؤال التحليلي، في اوقات لو كنا مغيرين شكل الفريق بالخمس مدافعين امام الارجنتين ممكن لنجبر الارجنتين على التعادل في تلك المباراه، على اعتبار انه الادوات اللي موجوده تستطيع ان تلعب بالخمس مدافعين. انا برجع لك مع الادوات اللي يمتلكها المنتخب العراقي، ولكن نروح مباشره الى ارضيه الملعب. القحطاني متواجد هناك، ينقلنا الاجواء بعد هذه المباراه. خالد تفضل، كلمه عندك، ونبارك للمنتخب المغربي تاهل الدور الجاي. اللي يربك كل الحسابات اكيد. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، هارد لك جمهورنا اللي حضره. مثل ما تعرف فريق المغرب من الفرق الكبار، مجموعتنا كانت صعبه، قدمنا اللي علينا لكن ما حالفنا الحظ. اقول هارد لك الجمهور العراقي. معوضين خير، كان بالامكان افضل مما هي. اكيد الفروقات هي تعرف مجموعه صعبه، كل يومين وثلاث مباريات، من يعني خذنا المباراه الاولى مع الاوكرانيه انه بالارجنتين وجاي المغرب، يعني منتخبات كبار لا زال الشباب ان شاء الله يقدمون بالبطولات السابقه يا رب باذن الله تعالى. معوضين خير كابتن، نتمنى لكم التوفيق في القادم باذن الله تعالى. عموما نقول حظ اوفر للاعبي منتخب العراق في انتظار عديد المقابلات. بالنسبه كابتن حبيبي معوضين خير، قدر الله ما شاء فعل، قدمت له عليكم ولكن في النهاية هذا هو حال الفريق. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك المنتخب المغرب، هارد لك جمهورنا اللي حضر واللي يازرنا. أكيد أنه مقتدر بنعودهم على هذه الخسارة، يمكن أنه طموحنا كان هو الصعود للدور الثاني، لكن هذا كرة القدم، الفريق المغربي أفضل من عدنا كإمكانيات أفضل من عدنا. نقول لهم مبروك إن شاء الله يصعدون للنهائي، فريق يستاهل، قدموا علينا. نشكر اللاعبين، لكن شوف هاي كرة القدم حصلنا العديد من الفرص، لكن نقول هناك اخطاء، ان شاء الله التعويض ان شاء الله في البطولات القادمه ان شاء الله تعالى. معوضين خير كابتن. عموما ابراهيم راح يكون لنا وقفات مع الجانب المغربي، ولكن فورا ان يستجد اي جديد راح نرجع بالصوت والصوره. انتظارك ان شاء الله خالد مع فرحه
المنتخب المغربي وتأهل الدور القادم. كابتن سعد ارجع لك انا على الادوات اللي موجوده، سمعنا الادوات احنا في البدايه اللي بنعقب عليها. كابتن ايمن حسين تكلم على الفروقات وعلى بعض الاخطاء اللي ان شاء الله يتجنبونها في الفتره السابقه، واللاعب السابق تكلم عن انه في ضغط على اللعيبه، انه في كل يومين يلعبون مباراه، وهي ثاني مره نسمعها من منتخب العراق. يعني اجهاد يعني بصراحه انا عارف انه لك وعليك، يعني مثل الفرق الاخره يعني، وجدول الفرق كلها تلعب بنفس اليوم. يعني ليش انا اميز نفسي عنه، او ليش انا اقزم نفسي او احجم نفسي بهذه الطريقه هاي؟ لا لا، كره قدم اليوم علم واستشفاء، وهنالك جهاز فني جهاز طبي موجود. الاستشفاء اليوم يعني يوم تلعب ويومين راحه واليوم الثالث، هذا كافي كافي على مستوى العالم. هذه الامكانيات يمكن يتكلمون عنها اللعيبه، ولكن انا اتكلم عن شكل الفريق وعن الادوات. يمكن انت اخير شيء قاطع تروح تلعب الادوات، ادواتنا تسمح لنا نلعب خمس مدافعين بكل اريحيه. والشوط الثاني خير دليل، عندما شارك يوسف الامام لعبنا بالثلاث مدافعين ثلاث قلوب دفاع، اللي انا يمكن تكلمت عن هاي الجزئيه في مباراه الارجنتين، قلت ولا زلت اقول، هسه الكلام ما يفيد، لو عاملين الخمس مدافعين مع الارجنتين لكان باقل تقدير نخرج متعادلين. صدقني انا اعرف لاعبينا واعرف امكانياتهم واعرف يعني من يلعبون الخمس مدافعين الان. يعني بعيدا عن المغرب حسب المباراه، بعيدا عن المغرب بدا يلعب بالسهل الممتنع، ولكن ان تشاهد الخمس مدافعين لاعبين قادرين على باقل تقدير. انه ابراهيم تغطيه عرض الملعب لا قدرنا مع اوكرانيا نغطي عرض الملعب، ولا ويا الارجنتين غطى عرض الملعب، على اعتبار انه المنافسين كانوا يلعبون او يهاجمون بضيرين صريحين وراسي حربه. اتكلم عن الارجنتين، ان تقابلهم باربع مدافعين هذا صعب. حتى المغرب زين كابتن، لا المغرب نفس الشيء اليوم، ان تشاهد الخماشي وتشاهد زلزولي ان تشاهدهم دائما يهاجمون، وان تشاهد دائما الخماش خلف رحيمي ايضا هنا اربع مدافعين. الخمس مدافعين انا اعتقد حل، وحل ينجيك باقل تقدير يكون عندك عمق دفاعي، وهذا ما جماعتنا او لاعبينا متعودين على هذا السيناريو. لذلك انا اعتقد، ولكن انا سؤالي سؤال وحيد، علي جاسم لاخر دقيقه كان يجري والكل شاهد علي جاسم يجري، كان هل علي جاسم اجلاسه على مصطبه الاحتياط يعني فكر تكتيكي مثلا او ورقه رابحه؟ ما اعرف، يعني لاعب جيد ولاعب الحلقه اللي تفرق للمنتخب العراقي الاولمبي والوطني وحتى الشباب، هذا اللاعب اجلاسه هل هو يعني مصاب مجهد؟ انا اشاهده لاخر دقيقه علي جاسم كان يجري. لذلك بصراحه مباراه للنسيان، مباراه للتاريخ، انا عدتها الشوط الاول ابراهيم عيدها مره ثانيه، اضعف شوط بتاريخ المنتخبات العراقيه الشوط الاول بالنسبه للمنتخب العراقي، فريق عباره عن اشباح بصراحه، لا قادرين على الضغط، لا قادرين بالخروج بالكره، لا قادرين على حمايه الملعب، حمايه عرض الملعب، وبالتالي انا اعتقد الخساره بهذا الاداء مخيبه كانت للامال. كنا نمني نفس باقل تقدير ان تخرج باداء مشرف، باداء تشعرنا انه اكو لاعبين، ست لاعبين على فكره، ست لاعبين منتخب وطني، ست لاعبين من التشكيله الاساسيه منتخب الوطني، انت تلعب مع فريق يبقى هو منتخب الاولمبي. يعني طريقه لعب كابتن، انا طريقه اللعب قلت لك. نسمع كابتن راضي ايش قال بعد هذه المباراه ونرجع ان شاء الله. يمكن الهدف الاول اربك الحسابات نوعا ما. بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه هني المنتخب المغربي، اتمنى التوفيق ان شاء الله يصعد للمراحل المتقدمه. اعتقد الفروقات واضحه جدا بالنسبه للمنتخبين، خصوصا المنتخب المغربي ضمن مجموعه كبيره من المنتخب الوطني، الان دعم كبير حتى مدرب المنتخب موجود. اعتقد احنا عانينا من الاجهاد، لانه هكذا مباريات ذات مستوى عالي وتم عالي لم يتعود عليه اللاعب العراقي. بالفعل احنا نلعب على جزئيات بسيطه، نلعب على الوقت. الهدف الاول اثر حقيقه على معنويات لاعبين، احنا نقسم المباراه ممكن شوط نخرج متعادلين بعدين نبدي اوراقنا. المشكله الاخرى انه احنا البدلاء ليس نفس اللاعبين الاساسيين حقيقه، انه هذه مشكله كبيره بالنسبه للاولمبي. رغم ذلك انا احيي اللاعبين، قدموا اجداد كبيره، حاولوا ينافسون، حاولوا يقدموا نفسهم، لكنه الواقع يرفض نفسه صراحه. يعطيكم الف عافيه كابتن، معوض خير ان شاء الله، اتمنى لكم التوفيق في القادم بكل تاكيد. ابراهيم اكيد راح يكون لنا وقفات مع المنتخب المغربي الذي تاهل الى ربع النهائي في هذه المسابقه، راح نرجع بعد شوي، الكلمه عندك. شكرا لك خالد. نفس هاي الكلمه الاخيره بالنسبه لكابتن راضي مدرب المنتخب العراقي، اللي ايضا ذكر نقطه الاجهاد كابتن، وانه في كل يومين انا عندي مباراه، حتى على لسان لعيبه سمعناها مرتين على لسان لعيبه المنتخب العراقي بان هناك اجهاد على اللعيبه على المستويات اللي قاعد يلعبونها في هذه البطوله. وانا ايضا اجيب لا غير مبدئي ولا غير كلامي، هنالك علم وهنالك استشفاء وهنالك جهاز طبي متكامل. بس المدرب يقول لك ان لعيبتي تعبانين، ولا اللاعب يطلع في اللقاء مع خالد يقول لك انا مرهق. جل احترامي، امكانيات كابتن فارق، امكانيات جل احترامي يا ابراهيم، انا اتكلم عن علم. اليوم يومين وثالث امر طبيعي ان تلعب، لماذا العراق فقط يخص وانت خارج من دوري نجوم، دوري صرف عليه مليارات الدنانير، وان تخرج بهذا الوضع وان تقول اجهاد؟ صراحه كلمه اجهاد
الدومينيكان يمكن ما تكلموا على الاجهاد ولا المنتخب المصري ولا كل الفرق، لماذا فقط العراق؟ إذن هنالك خلل يا ابراهيم، انا اتكلم بكل شجاعه اقولها، هنالك خلل بالاستشفاء، هنالك خلل بالتحضير البدني، هنالك خلل بالتحضير الفكري او الذهني، كل هاي العوامل لا نلقي بالشماعه على الاجهاد. اما عمليه الاجهاد يفترض انه عندي بدلاء، هو الرجل اعترف قال البديل غير الاساسي، وهذه هو خياراته الرجل، اكثر واحد هو من اختار واكثر واحد هو كان مصر على خياراته، ونحترم جدا خياراته اللي هو ذهب بها. لذلك بصراحه لا عزاء لنا ان نشاهد هذا الاداء وهذا الاستسلام، استسلام يعني غير طبيعي بصراحه. انا لا اريد ان اقسي على اللاعبين بهذه القسوه، انت ما تلعب يعني تلعب مع فريق اولمبي مهما شئنا ام ابينا، نعم هنالك فروقات، انت لعبت مع الارجنتين لم تلعب بهذه الطريقه، طريقة لعبنا مع الأرجنتين أيضا في أوقات لعبنا خرجنا من مرمانا حرجنا منتخب الأرجنتين، ولكن اليوم استسلام كبير الفريق المغربي. أنا أعتقد أجهد كابتن، يقول لك أجهده اليوم، أجهده في مباراة الأرجنتين. أنا قلت كلامي زين كابتن. نعم. بس نقطة أخيرة. نعم. راح نجيك كابتن. نعم. فارغ إمكانيات. نعم. فارغ إمكانيات موجودة كابتن. أتفق معك، القاصي والداني واللي ما يفهم بكرة القدم يعرف بأن الدوري العراقي غير الدوري المغربي، اللاعبين المغاربة اللي محترفين أيضا غير، ولكن لا نخرج بهذه الطريقة إبراهيم، خسارة واردة وشرف أن تخسر مع المغرب، ولكن لا تخرج بهذه الطريقة اللي أنا أشاهد. أعيد مرة ثانية، لاعبيننا عبارة عن أشباح بالملعب بصراحة، كانوا مستسلمين من أول لحظات المباراة، من أول دقائق، وقلت لك الشوط الأول إحنا دخلنا المباراة نلعب ضد أشرف حكيمي ونسينا المنتخب المغربي، والدليل انه الهدف اللي صنعه اشرف حكيمي اربع لاعبين خمس لاعبين كلهم متجمهرين، منتظر محمد، مكنزي، ابراهيم بايش، كل اللاعبين متجهين على، وايضا كرار سعد حتى لا انسى، كلهم متجهين، وايضا حتى توظيف كرار سعد اللاعب الظهير توظيفه جناح حتى شنو يوقف حكيمي، يحد من حكيمي، لذلك فكرنا كان كل من صب على حكيمي، وبالتالي حكيمي من صنع الهدف الاول، حكيمي من هو عمل الفارق للمنتخب المغربي. نقطه اخيره، فروقات موجودة. موجودة. فروقات وعنات الفارق. فروقات موجودة، ولكن قلت لك ما تخرج بها الطريقة. يعني إحنا نعرف يعني أحيانا البرازيل تقابل فرق ضعيفة بعيدة كل البعد عن مستوى، ولكن العمل التكتيكي، جوانب التكتيكية، جوانب المهارية، جوانب الخططية، أنه تحاول أنه بأقل تقدير أنه تحجم المنافس، تضعف المنافس وفق الإمكانيات اللي عنده. أما تستسلم بها الطريقة فبصراحة علامة تعجب. كابتن وائل، تتفق مع كابتن سعد ان طريقه اللعب صح؟ طريقه اللعب يمكن اختار تحفظ المفرط قبل الهدف، يعني يلخبط كل الحسابات، ولكن على مستوى الرصيد البشري ايضا هناك فرق كبير وكبير جدا. نشوفوا الرصيد البشري نتاع المنتخب المغربي حتى من اللاعبين الموجودين على البنك قادرين وانهم يخلقوا الفرق. والدليل الشوط الثاني. بالضبط، والدليل الشوط الثاني لما نشوفوا زاد لاعبين المنتخب المغربي تقريبا على 11 لاعب اليوم موجودين على الميدان، فما 10 لاعبين محترفين في اوروبا ولاعب محترف في 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 الدوري الاماراتي اللي هو سفيان الرحيمي. يعني الاحتراف ايضا عنده قيمه كبيره على مستوى العمل القاعدي وعلى مستوى البدني للاعبين، وشفنا المنتخب المغربي غير مرهق تقريبا وقاعد يلعب وقاعد يسير في المباراه حتى يحتفظ بالجهد البدني نتاعو للمباريات القادمه. اختيارات تكتيكيه تعود للمدرب على حسب الرصيد البشري المتوفر وعلى حسب الكواليتي المتوفره عنده في المجموعه، ما يقدرش هو يضغط فوق وهو ما عندوش كواليتي وانه يضغط فوق، لانه على المستوى الدفاعي قادر يقبل اهداف، وشفنا هذا في الدقيقه 38 او 37 لما حاول المنتخب العراقي وانه يضغط خلق فرصه ولكنه قبل هدف مباشرة. شفنا المنتخب المغربي كل ما يخلق الفارق وكل ما يتفوق على المستوى الواحد ضد واحد او الواحد ضد اثنين في الجهة اليمنى او في الجهة اليسرى الا ما كان فما خطر. شفنا الهدف الاول حكيمي، ثلاثة لاعبين قام بالتوزيع جاب الهدف الاول، شفنا زلزولي في الهدف الثاني مراوغة توزيع جابت الهدف الثاني، وشفنا زلزولي في الهدف الثالث مراوغة وتسديدة جابت الهدف الثالث. بالتالي المنتخب العراقي ما عندوش مناش يعني يحشم او يتقلق في هذه المباراة، فما فروقات واضحة على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، على المستوى الفني وعلى المستوى التكتيكي، في كل المستويات المنتخب المغربي اعتقد انه تفوق على المنتخب المغربي. ممكن النتيجه مع الاداء يمكن الكابتن سعد يعني يتقلق منها، لانه تنهزم 3-0 مع اداء هزيل هذا اللي يقلق اكثر من انك تنهزم، ولكن المنتخب المغربي اليوم يمكن احسن مباراه قدمها في المباريات الثلاثه تقريبا، مباراه من غير اخطاء لا في بداية المباراة ولا في نهاية المباراة. المنتخب المغربي الآن على سكة صحيحة، اليوم نشوف المنتخب المغربي ورا الوجه الحقيقي للمنتخب المغربي اللي يدخل به هذه البطولة، إن شاء الله يواصل بنفس النسق، إن شاء الله نشوف المنتخب المغربي يمشي لأبعد ما يمكن في هذه البطولة.
أدوات يمتلكها صراحة المنتخب المغربي أن يصل إلى أبعد نقطة من هذه المشاركة، وليش لا إن شاء الله نرفع ميدالية في كرة القدم، ميدالية ملونة في أولمبياد باريس بوصول المنتخب المغربي والمنتخب المصري إلى الدور القادم. نشوف معاكم مشاهدينا سفيان رحيم إيش قال بعد هذه المواجهة. ألف مبروك الفوز، أداء ونتيجة وعطاء كبير في هذا اللقاء، استطعتم تدارك خسارة المباراة الماضية، دخلتم بقوة هجومية ضاربة، باغتتم المنتخب العراقي بهدف أربك الحساب. صراحة أول شيء أشكر لاعبين، أشكر جميع اللي سهر على هذا الحفل هذا، كما نشكر جماهير المغربية اللي حجات كثافة لأنهم السند ديالنا. شكرا والحمد لله على الأداء وعلى هذه النتيجة، نتمنى إن شاء الله أن نكمل على نفس المسار ونحقق المبتغى إن شاء الله. كابتن القادم صعب وصعب جدا. أول شيء منتخب مغربي جاهز لكل هالأشياء هذه، كل مباريات صعبة ماشي ضروري تنتأهلوا غتكون صعيبة. إذا تشوف مجموعة ديالنا كانت قوية، لا على حساب النقاط لا على حساب كل شيء، الحمد لله أنا تأهلنا ونتمنى إن شاء الله أنا نكملوا لأنه مازال الطريق طويل. Congratulations, tough game, tough tournament. What do you think about today? Yeah, like we are so proud of the victory, of the win. The team have a big effort, like you say, it was tough team. The other Iraqi was playing really good. They know how to play. They make us difficult, but us, we know how to make them also difficult. We are so confident in us. We know that it was big game. It was a final for us. And the guys, they saw the quality of them. We played together, and we are so proud of the victory. Like I was saying, the next step so difficult also. Yeah, like I say, this kind of tournament, every game is difficult. Now it's kind of final, it's knockout. We know we're gonna be difficult. We have to wait with who gonna play, but we are ready for that. We come for to take the medal, and we are in the good way. I hope to see you on the podium, please. Yeah, we hope, inshallah. Thank you. شكرا لسفيان وأشرف. تحدثنا عن المرحلة القادمة كابتن، وأن مرحلة تكون صعبة لكن يأخذنا خطوة بخطوة، وهذا ربما الجميل في المنتخب المغربي أن نشوف حتى مستواه في تصاعد مباراة عن مباراة قاعد يصحح الأخطاء اللي يقع فيها في المباريات السابقة. صح، يعني هو من الأفضل اللي يعمل فيه المنتخب المغربي هو صحيح، وأنك تأخذ كل مباراة على حدة، لأنه لو يبدأ المنتخب المغربي يفكر في مباريات لاحقة يمكن يخسر المباراة المهمة. اليوم المنتخب المغربي كما سمعنا يعني كانت هذه المباراة عبارة عن فاينل بالنسبة للمنتخب المغربي للمرور إلى الدور القادم، ونجح في 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 هذا الاختبار أمام المنتخب العراقي. المباراة القادمة مهما كان المنافس، ما أعتقد أن المنافس هو اللي بيش يخاف أكثر من المنتخب المغربي، خاصة بعد الأداء اللي قدمه اليوم المنتخب المغربي، أداء قوي على المستوى الهجومي كان جاهز، على المستوى الدفاعي كان جاهز، على مستوى خط وسط الميدان اللي يعتبر نقطة قوة المنتخب المغربي، متمثلة في ريتشاردسون، متمثلة في ترجالين، ومتمثلة أيضا في خنوس. اللاعب هذا لاعب ممتاز وممتاز جدا، في كل مرة يبرز فيها خنوس يخلق الفارق ويخلي المنتخب المغربي عنده خطورة كبيرة. المنتخب المغربي الآن جاهز، عليهم بالاستشفاء وتوفير كل الطاقة للمباريات القادمة، لأن المباريات القادمة بتتطلب أكثر جهد بدني، أكثر انضباط تكتيكي، وأكثر أيضا فاعلية فنية للاعبين اللي يمتلكوا المهارة على غرار زلزولي أو بن صغير أو أخو ماش، لأنه المنتخب المغربي نقطة قوته في خلق الفارق على المستوى الأطراف. وشفنا اليوم، مش اليوم يعني، حتى في ثلاث مباريات شفنا حكيمي حقيقة مثال للاعب، اللي يقع انتدابه من الأعمار الكبرى. يعني حكيمي لاعب أعطى كل شيء 100% مع المنتخب المغربي، ما حسيناش وأنه حكيمي يحس نفسه وأنه لاعب أكبر منهم، وإلا حكيمي متاع بي اس جي والباقي يلعبوا في فرق ثانية. لا، حسينا حكيمي واحد من الأولاد اللي موجودين اللي أقل من 23 سنة، في الوقت له وزنه وكقائد في أرضية كان مثال يعني كان مثال بالنسبة للاعبين، وكان مثال حتى على مستوى بذل المجهود، وكان مثال حتى على مستوى الانضباط في اللعب والانضباط فوق الميدان والانضباط حتى في تأدية واجبه. وهذا يعني درس ياخذوه اللاعبين الموجودين من حكيمي، والمستوى اللي يوصله حكيمي ليس من فراغ، كي نشوفوه اليوم كيفاش يلعب. لا، أمثال جميلة صراحة شفناها في هذه البطولة، ونقدر أيضا نضرب المثل في المنتخب المصري ووجود نني مع هذه العناصر صراحة كقيادة للمنتخب المصري وعلى ما قدمه في الدور القادم. المرحلة الجاية مرحلة صعبة على المنتخبات العربية، ولكن ثقتنا فيهم كبيرة. خلينا نشوف مدرب المنتخب المغربي ايش قال بعد هذه المواجهة. عموما الفرحة يعني تستحق، فوز، أداء، تجاوز عقبة الخسارة أمام أوكرانيا اليوم، ضغط عالي، هدف أول مبكر، أربك الحسابات العربية. كنا أولا هارد لك كما تنقولوا الفريق المنتخب العراقي اللي عنده لاعبين في مستوى، اللي عنده مدرب في مستوى، اللي برهنوا على علو الكعب ديالهم وبأنه منتخب شرس يمكن له يكون خطير كثير.
كنظن حنا يمكن المقابله اللي فاتت ما كانتش خدمات المنتخب العراقي، المقابله ديالنا الاخيره ضد المنتخب الاوكراني، لاننا بكل صراحه من اول مقابله وحنا كان يمكن كنديروا احسن انيماسيون، احسن يعني هجمات تكتيكيه منظمه او سريعه في خلال هذه الدوره هذه، بانت في المقابله الاولى ضد المنتخب الارجنتيني، بانت كذلك في الشوط الثاني ضد المنتخب الاوكراني. تعرفوا بان الطريقه كيفاش نهزمنا كانت قاسيه، ولكن كان فيها واحد الدرس وجعلنا اننا نديروا واحد رد فعل اللي يكون قوي، لان ما كانش عندنا من غير اننا نمروا للدور الموالي. الدور القادم اصعب؟ اكيد الدور القادم اصعب، ولكن عندنا ان شاء الله من الامكانيات بكل تواضع كذلك باش اننا ان شاء الله نمروا للدور الموالي ان شاء الله. رغم من تواضعكم الا ان احنا واثقين ان احنا نشوفكم على البوديوم باذن الله تعالى. ان شاء الله، وحنا ما كنحملوش فقط المنتخب المغربي والجماهير المغربيه، واللي كنحملوا معنا كذلك الجماهير العربيه. سالون صراحه المنتخب المغربي الوصول للدور القادم عطفا على ما قدمه في مباريات ثلاثه في دور المجموعات، وتوقع رساله حلوه وصلت يعني للفرق اللي راح يواجهها، راح يعملون حساب كبير للمنتخب المغربي رغم الخساره من اوكرانيا، لان الكل اتفق انه كان افضل وعاد في الشوط الثاني. كابتن سعد يعني في الختام مبارك لمنتخب المغرب ومنتخب مصر، اكيد كلمه للدور القادم. والله انا اتمنى بصراحه الفرق العربيه تستمر، المنتخب المغربي اتمنى وان شاء الله وقادر، ليس امنيات، واقع الحال يقول انه المنتخب المغربي ان شاء الله سيصل المباراه النهائيه، اذا ما امنيت يعني انه ما يقابل المنتخب الفرنسي في الدور القادم ان شاء الله، وان شاء الله يقابل الدور يقابل الامريكي او كل الفرق. انا اعتقد المنتخب القادر عند جوده لاعبين، حتى الفرنسي ان شاء الله يقابله ويتعدى لو يعني هاي هيك، بس اصحاب الارض والجمهور بيها حساسيه، بيها كثير بس حلو نهائي مبكر يكون كثير من الادفانتج يمكن لصاحب الارض والجمهور. وايضا على فكره المنتخب الفرنسي منتخب كبير ومنتخب يمكن انا والكابتن شاهدناه امام امريكا حتى يقدمون كره احسن من المنتخب الاول بصراحه، المنتخب الفرنسي الاولمبي فريق متمرس وفريق عنده كواليتي، عنده نوعيه لاعبين. نتمنى المنتخب المغربي، نتمنى المنتخب المصري ان شاء الله يستمرون ويحققون النتائج اللي ترضي جماهيرهم وترضي الاجهزه الفنيه مالتهم. قادرين ان شاء الله كابتن يوصلنا دور ابعد من الدور الجاي؟ اكيد بالوجه اللي وراه المنتخب المغربي اليوم قادر انه يمشي ابعد ما يمكن في هذه الدوره، ولكن اعتقد ان المنتخب المغربي مطالب ايضا الان بالعوده للتركيز على المباراه القادمه، لانه هذا الفوز ضمنت به الترشح كاول في المجموعه، يعني تتوي صفحه المباراه هذه، تتوي صفحه المجموعات، وتدخل على مرحله خروج المغلوب، وتعرفوا انه اي مباراه تخسرها تلقى روحك اوت. اليوم المنتخب المغربي هو اللي لازم يقراوا له حساب، حتى ولو فرق، حتى ولو المنتخب الفرنسي، لما يشاهد المنتخب المغربي في الثلاث مباريات يعرفوا أن المنتخب المغربي منتخب كبير، منتخب قوي، يمتلك عناصر رهيبة، جل العناصر يعني فيما كثير عناصر حتى في التشكيل الأساسي يشاركوا مع الفريق الأول، خنوز مع الفريق الأول شارك، الزلزولي شارك مع الفريق الأول، أعتقد حكيمي موجود، يعني كثير من في المباراة حتى تطمننا على الدكة، لأن في الأدوار الجاية راح تحتاج شوية عملية تدوير اللعيبة. كل التوفيق إن شاء الله للمنتخب المغربي والمنتخب المصري، نقول لهم ألف مبروك تأهلهم من دور المجموعات إلى الأدوار الإقصائية إن شاء الله. مشاهدينا